مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله إلى حلقة جديدة من شارع السور. في هذه الحلقة نركز على مشاريع خطة التنمية والمشاريع الاستراتيجية. أين وصلت نسبة الإنجاز بها؟ ماذا تحقق على أرض الواقع من مشاريع ينتظرها المواطن بشغف؟ ما هي آفاق المشاريع التي هي قيد الإنجاز؟ أين وصلت قضية تطاير الحصى، خاصة مع تحذيرات بعض النواب من وصول الحصى إلى مدرج الطائرات؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون إن شاء الله محور حلقتنا مع ضيفنا وزير الأشغال العامة المهندس عبد الرحمن المطوع. حياك الله مع الوزير. حياكم الله وأنا شاكر لكم استضافتي في هذه الليلة. الله يطول عمرك. إن شاء الله راح نجيب على الكثير من التساؤلات، وخصوصا يعني بحضور الرجل الأول المسؤول عن وزارة الأشغال. نتمنى ذلك إن شاء الله. رحب بالدكتورة ندى المطوع، أيضا الخبيرة الاستراتيجية في جامعة الكويت. حياك الله دكتورة. الله يحييك، وأرحب طبعا بضيفنا الكريم وبالمشاهدين، وأنا اليوم أتفرج مع المشاهدين على الحلقة. إذا وجدت موضوع يتعلق بقضية دولية تشابه ما يحدث في الكويت، أو يمكن دور منظمات المجتمع المدني، إن شاء الله أقدرني أسلط الأضواء. وجود الجميع خير وبركة. مع الوزير، نسبة الإنجاز دائما يعني هي السؤال الأول اللي يسأل عنه أي يعني متابع لمشاريع اللي تنفذها وزارة الأشغال لصالح وزارات الدولة ولصالح مشاريع التنمية الأخرى، إنه وين وصل المشروع ومتى يخلص؟ هذا أول سؤال عند كل الناس. وطبعا أنا ما أقدر أتكلم في هذه العجالة على كل مشاريع وزارة الأشغال. يمكن إحنا نتكلم اليوم وزارة الأشغال لديها يمكن أكثر من 626 أو 29 عقد ومشاريع متنوعة، لكن أركز مثلا يعني مثلا خلينا نقول مشاريع وزارة الصحة. عندنا مستشفى جابر تم إنجازه واستلمته وزارة الأشغال، تبقى جزء صغير فيه اللي هو ما يخص الفي اي بي، الجناح الدور الخاص بالفي اي بي، وهذا بطريقة إلى يعني إلى التسليم. عندنا مثلا من المشاريع المهمة مشروع جسر جابر، اليوم نسبة الإنجاز وصلت فيه 72%، وهو ماشي على الخطة على البرنامج الزمني، ما عندنا إن شاء الله فيه تأخير، وإن شاء الله يسلم على نوفمبر 2018. عندنا مشروع وصلة الدوحة كذلك، هذه بالاتصال يعني هي وصلت الدوحة وتوصل مع جسر جابر، هذه كذلك نسبة الإنجاز فيها وصلت تقريبا 50%. وتوقع كذلك هم في نهاية 2018 تنتهي يعني مع طبعا جسر جابر. عندنا بعض المستشفيات الآن بدينا طرحها، عندنا مستشفى الشرطة، عندنا مستشفى الولادة، عندنا مستشفى الأطفال، طبعا هذا مستشفى جديد، هذا مستشفى يعني بالطفل من الولادة إلى سن 16 سنة في منطقة الصباح الطبية. طبعا هذه هي أهم المشروعات واللي داخلة بخطة التنمية. طبعا عندنا مشروع الطريق الإقليمي الجزء الثاني، طبعا هذا المشروع هم كذلك المطروح الآن تم طرحه وترسية بعض أجزاء وبعض أجزاء قيد الترسية. مقصود في دائرة الثامن ولا شيء؟ هي وصلة ما بين يعني مو الدائرة الثامن، معرف بالطريق الإقليمي في الجنوبي وفي الشمالي، احنا نتكلم اليوم على الجزء الثاني اللي هو الجزء الشمالي. تسميته في فترة من فترات الثامن. الثامن اللي هو في تطوير للطرق. مطار الكويت الدولي. طبعا مطار الكويت الدولي احنا وقعنا العقد، هذا كذلك من مشاريع التنمية، تم توقيع العقد وبدينا أعمال الحفر. طبعا لفترة بسيطة تونا الحين بدينا أعمال الحفر، نسبة الإنجاز ما زالت يعني أقل من 1%، لأن الآن المقاول حديثا بدأ يعمل. إن شاء الله نتمنى أنه يكون كذلك حسب البرنامج الزمني يمشي. خليني أرجع إلى يعني مجموعة المشاريع اللي استعرضها مع الوزير. مستشفى جابر قلت أنه يعني تسلمت وزارة الأشغال من المقاول، واللي يعني شوية تأخير في افتتاحه هو الدور الخاص بالفي آي بي. شنو المانع اليوم أنه يفتتح ويشغل ويتم موضوع الدور الخاص بالفي آي بي؟ يمكن له مواصفات خاصة، متطلبات، أوامر تغييرية معينة حسب ما تراه الجهات الطالبة لهذا الموضوع، تصير براحتها، لكن هو احتياج ضروري وأساسي، ليش ما يتم افتتاحه، خصوصا أن مستشفى جابر كثر الحديث عنه في التأخير أكثر من مرة؟ طبعا هو بالنسبة لنا وزارة الأشغال احنا استلمناه بالكامل ما عدا هذا الدور. ووزارة الصحة جاء يعني الأسبوع اللي فات نظمت فيه مثل برنامج تدريبي لمجموعة من الإداريين والأطباء داخل المستشفى للتشغيل موضوع طب الأسنان، الجزء الخاص بطب الأسنان
وزارة الصحة فعلته وبدت شغلت هذا الجزء وتستقبل فيه يعني المرضى. بقية الأجزاء بالنسبة لنا احنا كوزارة الأشغال بالنسبة يعتبر منتهي يعني واحنا استلمناه. بقى التشغيل هو التشغيل الآن ما بين على وزارة الصحة ما بيننا وبين وزارة الصحة، بادين هم بالتشغيل الجزئي مثل ما بدأوا بالأسنان والآن بادين في برنامج تدريبي داخل، ونتوقع خلال يعني الفترة القادمة أن تبدأ الوزارة بتفعيل وتشغيل جزء جزء من المستشفى. بس بالنسبة لنا كمشروع نعتبره في حكم المنتهي وتم استلامه تشغيله وتجربة كل الأنظمة الموجودة فيه، الهندسية والأنظمة الإطفائية وغيرها. يعني تم تجربة. أرجع إلى موضوع يعني مطار الكويت الدولي، تم الانتهاء من تنفيذ المباني المؤقتة. سمعنا أن قريب راح يشغل المبنى المؤقت كصالة أعتقد للركاب، وجاري تنفيذ المباني الدائمة. شنو تفاصيل هالمشروع؟ وين وصل؟ والإطار الزمني لتنفيذ كل مرحلة؟ طبعا هو في مشروعين، هو في مشروع المبنى المساند للمطار، وهذا عند الدفاع الطيران المدني مو عند وزارة الأشغال، وهذا هم شغالين فيه وهم يشرفون عليه. احنا المشروع اللي عندنا هو المبنى الركاب، اللي هو المبنى الركاب اللي راح يكون المبنى الرئيسي للمطار. طبعا المبنى احنا يعني في شهر 9 الماضي بدا العمل فيه. المبنى تفاصيله أنه راح يكون يعني مطار يتسع ل 25 مليون راكب سنويا، في 51 موقف في نفس الوقت يعني للطائرات مختلفة كبيرة وصغيرة الحجم. طبعا احنا 51 موقف تعني 51 بوابة. هذا طبعا بالمرحلة الأولى، ممكن تضاعف لما نكمل المراحل الثانية. فطبعا احنا في البدايات المشروع بادي في بداياته، قاعد نحاول نذلل المشاكل اللي يعني نحل مع المقاول المشاكل اللي تعترض سبيله، وان شاء الله الامور يعني قاعد يعني مثل ما وعدنا القيادة السياسية. طبعا هو فترة انجاز المطار التعاقدية 6 سنوات، بس اصبح ابتدت 6 سنوات. من متى؟ من شهر 9 الماضي. طبعا في كلام الآن ما بيننا وبين المقاول والمستشار لتقليل فترة الإنجاز من خلال يعني التفاهم معهم بعض الإجراءات اللي قد تسرع من فترة إنجاز المشروع. يعني نتوقع أنه إن شاء الله قبل سبتمبر 2022. احنا طبعا الان الحوار ما بيننا وبين المقاول والمشرف على اساس تقليله، طبعا هو بتعهد لنا ان اذا سهلتوا لي بعض الاشياء انا ممكن اخلص المطار بخلال 4 سنوات. فباجتماعات مستمره معاه لتذليل هذه العقبات او لتسهيل لبعض الاعمال اللي ممكن يؤديها وتقلل من فتره الانجاز. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله 2020 نشوفه جاهز للتشغيل يعني والاستخدام. لفت انتباهي في كلامك في المقدمه ان جسر جابر في نوفمبر 2018، وان الحين نسبه الانجاز بالمناسبه حسب الارقام تقول انه تجاوزت 71%. نعم. هل راح نشوف جسر جابر اللي هو 36 كيلومتر شغال بالاتجاهين مع الجزر الصناعية اللي صارت كله في نهاية 2018 إن شاء الله؟ إن شاء الله. شنو أبرز يعني الإضافات والقيمة المضافة اللي راح يضيفها جسر جابر فيما لو تم افتتاح إن شاء الله نهاية العام القادم؟ طبعا هو جسر جابر جزء من منظومة مشاريع تكمل بعضها البعض. هو الجسر يعني راح يقرب المسافة اللي ممكن تاخذها انت في ساعة وساعة ونص، راح يخليها لك يعني فترة ربع ساعة تصلها. طبعا هو جزء من تطوير لبعدين مدينة الصبية اللي هي مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، فهو جزء من منظومة معينة. ما يخص وزارة الأشغال هو البنية التحتية والطرق. في طبعا بعدها راح يجي جهاز الشراكة، عنده مشاريع هنا بين القطاع العام والخاص. الخاص عندهم مشاريع في هذه المنطقة لتطويرها. جميل. دكتورة، يمكن استمعتي لمعالي الوزير في قضية التوقيتات وحط تواريخ معينة لنسبة الإنجاز. في بعض الجهات يقول احنا استلمنا مثل مستشفى جابر خلصنا، الحين الموضوع بيد وزارة الصحة. وبالمناسبة يعني وزير الصحة ان شاء الله معانا في الأسبوع القادم نسأل عن هالموضوع. ربط المشاريع بإطار زمني يعني نوع من الشفافية ولا يضع مسؤولية أكثر على المنفذين للمشروع؟ الاثنين معا، الاثنين معا. يعني ربطها بإطار زمني يعطي للمتابع وهو المستفيد من هذه المشاريع المستفيد الدولة. دائما الدول اللي تجدد بناها التحتية ينظر لها على مثل ما تابعنا في مؤتمر التنمية المستدامة،
دائما تأتي بمراتب أعلى لأنها جددت بناها من الدول الأخرى. من الدول الأخرى. الشيء الآخر على مستوى السياسة العامة يصبح نهج السياسة العامة الاستمرارية في تجديد البنى التحتية، وليس حصر هذا التجديد بمرحلة بقيود. والعامل الثالث وهو الأهم، المواطن الكويتي، المواطن مستفيد بسلامة هذه الطرق. لما نتكلم عن طرق، تقصير المسافات يأتي طبعا طبقا لخطط متعددة. بعض الدول تفضل أنها تكون بشكل الجزر لمجموعة من المناطق، وبعض الدول تفضل طبعا طبقا لمساحة الدولة وأمور أخرى، يمكن المهندسين أكيد أفضل مني فيها، لكن لا شك بأنها تعطيك الأثنين معا. بس أنا ومعالي الوزير نتنافس بالسوشيال ميديا، أنا حاولت أني أسأل المغردين عن أسئلة، عطوني أسئلة، بس وجدت أنه عودهم أن يسألون مباشرة. تواصل مباشر بين تواصل مباشر الرأي العام ووزير الأشغال، وهذه طبعا فيها يمكن يعني لها ميزة، أن اللي يتواصل يشعر أن قضيته توصل، مثل الحفرة اللي كانت في مدخل الجامعة لما تواصلوا مع الوزارة، والوزارة ردت عليهم قالت إحنا مهتمين، فصار في هذا الحوار. النقطة اللي حبيت أقولها، وهي أعتقد أن في مسابقة، إذا معاي الوزير بس يوضح لنا، لطلبة الهندسة بتصميم المطار، أو يعني سمعنا شيء مثل هذا. أحب أعرف الأمور الخاصة بالجانب الشبابي في الموضوع. هل فعلا سويت مسابقة؟ هو في المسابقة، لا ما سوينا مسابقة تصميم، لكن الشركة المنفذة أو دعوة. الشركة المنفذة للمطار عندهم مشروع تدريب مهندسين كويتيين ضمن العقد، فضمن يعني هو كبادرة حسن نية، لأن الشركة تقول إن إحنا كشركة مو جايين نسوي مطار ونمشي، مشاركة مجتمعية، إحنا جايين ننفذ مشروع وننقل خبراتنا ويعني نأخذ خريجين. خريجين طبعا قابلوا الإخوة في جامعة الكويت، يعني تمت زيارة للجامعة، هم الشركة بنفسهم نشروا إعلان في الصحف بحاجة إلى مهندسين خريجين يعني جدد، ما يبون مهندسين عندهم خبرة، عندهم برنامج خاص للتدريب. المهندس ما راح يشتغل بس في مشاريعهم بالكويت، راح يشتغل مشاريعهم بالكويت، إذا عندهم مشروع في تركيا، إذا عندهم مشروع يعني في قطر، في غيره، ينقلون لهذا ويأخذ خبرة. فبالتالي يعني كشركة جايين مو فقط لبناء مشروع، وهذا جايين ليستكملون هذا يعني الوصول للمجتمع المحلي، محلي وتدريب. المهندس الكويتي البارز يبرز أكثر، يبرز حتى من التعليقات اللي بتويتر، هم بالإعلان مالهم حاطين 3.25، فأتني من طلبة الجامعة يقولون لا نزلوا إلى ثلاثة، نزلوها إلى 2.5 يعني. بعد أكثر. فكلمتهم فقالوا إحنا نبي الإليت، يعني نبي الكريم وكريم النخبة يعني أو الشطار. نعم شطار. أيضا في مشروع مهم حقيقة وننتظره، ويمكن أحد الأخوة الوكلاء المساعدين المهندس العنزي ظهر معنا في هذه الحلقة، الأخ عبد المحسن، وسألناه عن مقر وزارة التربية. نعم. المقر الجديد اللي هو في جنوب السرة. في السلام، يمكن في منطقة السلام. قال وقتها أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 91، ومفروض تسليم في مايو القادم. وصلتنا بعض الأخبار لا، أنه يعني شوية بيلة، ممكن تأخير شوية، يستمر لنهاية العام أو شهر 9. وين وصل الموضوع هذا؟ هل صحيح ولا فعلا تسليمه في المشروع شهر 5؟ المشروع وزارة التربية أولا مشروع يعني جدا تصميمه جيد، يعني وفي متميز في مواد، يعني متميز في الفانكشنز اللي فيه، في طريقة المشروع، يعني مشروع حقيقة مبهر. بس أنا حتى أكون أعكس الصورة الصح، هو كان يفترض أنه يسلم في شهر 5، بس إحنا تمت زيارة يمكن قبل أسبوع أو أسبوعين، أنا ومعالي وزير التربية زرنا المشروع وطلعنا عليه. أنا أتكلم من نظرتي كمهندس، مو من يعني مو من تقارير المقاول. حتى وزير التربية مهندس. وزير التربية كذلك مهندس. بس أنا طالع من وجهة، طبعًا هو المقاول تعهد في شهر 5. ستاف جهاز أو جهاز وزارة الأشغال يقول في شهر 9. أنا أقول إن شاء الله يكون في شهر 9، مو ورا يعني. في تأخير للمشروع، في بعض المشاكل، نتمنى يكون في شهر 9. شنو السبب في هذا التأخير يعني 4 شهور؟ طبعا هو السبب كله يتحملها المقاول ومقاولي الباطن، يعني اللي في بعض المواد، بعض المقاولي الباطن مو موجودين بالكويت، تأخروا في توريد المواد. بعضهم يعني موضوع العجز اللي مرات في الكاش فلو مثل ما احنا نسميه في المشروع،
تقديرات الأسعار ما تكون صح من بعض المقاولين مما يحدث حين الترسية حين ارتفعت المواد أو غيرها. نأمل يعني أنه هالمشروع الحيوي يعني يرى النور إن شاء الله في سبتمبر القادم 2017. مجموعة من المواطنين مع الوزير لهم رأي ولهم مطالب، والمشاريع الاهتمام المشاهد والمواطن فيها راح نتابع من خلال هذا الاستطلاع، ونعود لحديثنا مع معالي وزير الأشغال. طبعا بالنسبة للمشاريع اللي تقوم فيها وزارة الأشغال، احنا طبعا متابعينها عن طريق يعني التقارير اللي يقومون فيها بالتلفزيون يعرضونها، وما شاء الله عليهم ماشيين. يعني انا اعتقد يعني حسب التواريخ اللي قاعد يذكرونها ماشيين فيها صحيح. يعني على سبيل المثال جسر مثلا المطلع وجسر الصبية، تم افتتاح جزء من هذه الجسور، بصراحة عملت يعني شورت كبير في المسافات. يعني الطرق الجديدة ماشية مضبوط تمام، أحسن طبعا من أول، وشيء يفيد البلد هذا، لكن بس الشيء الوحيد البطء. بالنسبة لوزارة الأشغال الحقيقة مشكورين على الجهود اللي قاموا فيه من ناحية الجسور وتوفير الوقت للمواطنين، يعني حل مشكلتهم وشيء يعني مشهود له وريح المواطنين وايد وايد. والله ما شاء الله تبارك الله، نشوف يعني مشاريع ملحوظه الحمد لله، يشكرون على السور هذه صراحه. انا والله بيتي في الجهره، عندي مكتب هنا في الديره، يعني خلال يعني 18 دقيقه قبل اقعد ساعتين، الحين 18 دقيقه ما شاء الله تبارك الرحمن اوصل صراحه. والله يعني صراحه انا يعني يعني الكويت فيها تطور صاير ما شاء الله ملحوظ. شيء واضح اذا سووا جسور وخلصوا الطرق بدال ما تقعد في ساعتين يصير نص ساعه، وبدال ما واحد يقول لا والله تعبان انزل السوق يركب الجسر ينزل السوق. حياكم الله من جديد، وسمعنا مجموعة من آراء بعض الأخوة المواطنين في موضوع، خصوصا الكل ركز على شبكة الطرق، وهذه حقيقة يمكن مفخرة نفتخر فيها الكويت من فترة إلى أخرى نشوف تجديد للطرق. يمكن هذه أكبر مرحلة لتجديد الطرق، لأن المشاريع صار لها سنوات 4-5 سنوات، وأعتقد يبيلها يمكن نهاية 2018 حسب ما صرح بعض الأخوان المسؤولين عن هذه المشاريع. اليوم صارت يعني حركة الطرق خصوصا من المناطق يعني الأبعد عن العاصمة، من الجهرة إلى العاصمة مثلا كلها فوق جسور وتصل إلى العاصمة مثل ما قال الأخ ب 18 دقيقة، وكأن العالم نسيت الطرق الأرضية اللي تحت أشوفها شبه فاضية. فهل الحركة المرورية هذه حركة طبيعية مدروسة، ولا إلى الآن ما راح تبين نتائج إلا لما تنتهي الشبكة كاملة؟ وطبعا اكيد ما راح تبين النتائج الا لما تخلص المشاريع كامله. الكويت تمر الان في مرحله حقيقيه كبيره جدا بتطوير البنى التحتيه. يمكن قد لا اخفي سرا اذا قلت اليوم وزاره الاشغال قطاع الطرق عنده 25 مشروع مختلف الطرق، بنويصيب، بالوفره اللي ذكرناه مساعد، تطوير الطرق الداخلية مثلا حول مستشفى جابر السرة، في كذلك عقد هناك لتطوير الطرق والتقاطعات وعمل جسور جديدة ما بين المناطق. يعني أقول لك قد يكون تصل يعني تكلفة هذه المشاريع اللي تحت التنفيذ 25 مشروع تقريبا 2 مليار و700 مليون، يعني 2.7 دينار. طبعا هذه الآن كلها بعضها يخلص 2018 بعضها يخلص 2020. أنا أتوقع يعني السنوات القادمة راح تتغير الشكل إذا استمرت المشاريع هذه بنفس الدرجة وبنفس الرتم اللي ماشيين فيه. خلال 4-3 سنوات القادمة تغير شكل الطرق. هل آلية العمل هذه راح تستمر تحت مظلة وزارة الأشغال، ولا راح تنتقل كل هل يعني الأفكار والتنفيذ إلى الهيئة العامة للنقل والطرق؟ طبعا الآن هي هيئة أسست يعني حسب القانون لكن ما تفعلت. إحنا الآن
بدور التفعيل التدريجي، بمعنى أنت اليوم ما تقدر تيجي حق مشاريع مستمرة ويعني قطار والقطار ماشي فيها بسرعة يعني خلينا نقول يعني سرعة جيدة وتنقلها راح يصير هزة، فبالتالي إحنا راح نمشي يعني عقب ما تستكمل يعني طواقم الهيئة راح يصير النقل التدريجي حتى لا تتأثر المشاريع. لك تصريح مع الوزير الشهر اللي فات إن هيئة الطرق راح ترى النور في أبريل، بينما طبعا القانون يعني اللي هيئة الطرق مؤسسة خالصة يعني أسست وفي القانون، لكن ما فعلت نتيجة بعض الظروف المعينة ما صار في بين الجهات اللي يفترض بين الجهات في بعض يعني في بعض الاختصاصات ما وزارة الداخلية وزارة الداخلية حتى وزارة الأشغال، وكذلك لم تستكمل الجهاز الفني للهيئة. الفترة القادمة سنستكمل الجهاز الفني وسنبدأ في موضوع يعني إسناد الأعمال تدريجيا إلى الهيئة حتى لا تتأثر العقود والمشاريع القادمة. الجهات اللي لها علاقة كل واحد يقول يعني لا يعني متأخر الموضوع لأن أنا المسؤول، هل صحيح الكلام؟ في شيء من هذا شيء من الصحة، لأن الجهات هم كذلك خايفة تنقل يعني قطاعات شغالة تروح هناك تتعثر، تبي تتأكد أن فعلا لما تنتقل إلى هيئة الطرق تكون هيئة بسلاسة بسلاسة. أي مع الطرق الموضوع الأساسي المهم اللي شغل الكويت ولا زال حديث الناس، ويمكن سمعته أنت في أحد زياراتك للدواوين وهي لفتة طيبة منك مع الوزير يعني زيارة الدواوين لسماع رأي الناس، فتح واجهة مباشرة بينك وبينهم عن طريق زيارة مباشرة أو عن طريق حتى وسائل التواصل المختلفة اللي هو تطاير الحصى وتكسير السيارات وإتلاف الممتلكات، حتى أنه وصل الموضوع إلى أنه يعني مواطن اعتقد كسب حكم على وزارة الأشغال او على المقاول لوقوع ضرر على سيارته. تصريحات من قبل المسؤولين عندك بالوزارة انه راح نطبق التجربة البريطانية وانه لا الحين موضوع قيد التنفيذ لا انتهى، وين وصل هالموضوع؟ شنو حقيقته؟ هو طبعا موضوع التطاير هو موضوع هو بالاساس احنا خلينا نقول نسميه صيانة الطرق. احنا اليوم عندنا طرق جديدة وعندنا طرق مستعملة أو قديمة تحتاج إلى صيانة. خليني أنظر له من هذه الزاوية. طبعا لما تيجي تقول أنا اليوم بسوي يعني صيانة للطرق، لازم تسوي أول شيء مسح لطرق الكويت. المسح وزارة الأشغال اللي سوتها لكل الطرق، إحنا اليوم عندنا ما يقارب 80 مليون متر مربع طرق، منهم تقريبا 20 مليون وشوية طرق سريعة، والبقية حوالي 50 مليون طرق داخلية وطرق عادية مو طرق سريعة. لما تيجي تصنف هذه الطرق توزعها، شنو الطريق الجيد، شنو الطريق اللي بحاجة إلى صيانة عاجلة والطريق اللي بحاجة إلى صيانة. الطرق الجيدة لا تتعدى 23%، والطرق اللي بحاجة إلى صيانة عاجلة يمكن قد تصل إلى 36، والبقية هذا تشخيص الوضع. هذا تشخيص الوضع. اليوم إحنا لازم نسوي خطة لهذه الطرق طبعا في الصيانة. طبعا الناس كانت تشكي أن الصيانات السابقة ما كانت مجدية، كانت تعمل صيانة كل سنة وعقب سنة كل سنة. إحنا نبي نقضي على هذه الظاهرة في عدة إجراءات بدينا فيها. يعني من هذه الإجراءات إن أول شيء إحنا راح نستعمل طبعا هذا اللي إحنا الحين اتفقنا عليه بالوزارة، نستعمل التايب 3. أول كان يستعمل نوع من الخلطة اللي يسمونها خلطة الأسفلت. إيه خلطة شنو تايب 3 بالأسفلت؟ تايب 3 يعني الطبقة الأخيرة، كانت بالسابق تستعمل الطبقة الأخيرة اللي بي أم أس اللي هو 2 سنتي، اليوم صار اتفاق ما بين الوزارة إن نستعمل الطبقة الأخيرة 5 سنتي. الطبقة الأخيرة اللي هي الوجه. الوجه هذه اللي قاعد يصير فيها دائما التآكل وقاعد يصير فيها أي رشة مطر تتآكل ويصير حصى. طبعا هذه الخلطة هي نفس خلطة السابقة للوزارة الموجودة في مواصفاتها اللي يسمونها التايب 3. طبعا الصيانة لها بس ليش ما كان يصير هذا في شوارع الكويت قبل 20 سنة؟ طبعا يعني احنا رجعنا نفس الخلطة، ما غيرنا الخلطة السابقة. الخطوات انت اليوم عشان تفرش طريق لازم تترك له فتره يصير الطريق هذا يسمونه كيورين يعني ينشف. الفتره المفروض تكون 12 ساعه. احنا مرات لما نفرش طريق ما نعطى ل 12 ساعه، وزاره الخشب ما تعطى 12 ساعه بس 12 ساعه مو الفرش،
يترك الطريق ما يمشي عليه لمدة 12 ساعة. سهلة 12 ساعة. أنت بالطرق المزدحمة مثلا لما تفرش طريق مثلا أنت تشتغل الساعة 12 تخلص مثلا 4 ساعات 5 ساعات المفروض للساعة 12 مثلا الظهر مرات وزارة المرور ما تضطر أن تفتح الطرق، فبالتالي يعني أكثر من عامل كان وراء يعني هذا التطاير، منها يعني كذلك موضوع الإشراف بالفترة القادمة راح يعني يشدد الإشراف على مصانع الأسفلت، وراح نشدد الإشراف على الفرش، وراح نطلب من وزارة الداخلية ننسق معهم أن يعطونا فترة أكثر للفرش. في إجراءات معينة كاملة طبعا، بس ترى الحديث كله هذه عوامل كثيرة. بس يمكن أبرزها نوعية الخلطة. مو نوعية الخلطة، ما نوعية الخلطة ما هي عامل مهم، لأن هذا اللي يركز عليه المسؤولين في وزارة الأشغال. هذا جزء، نوعية الخلطة وتبديل الرمل، يعني استعمال الرمل، الرمل فيه ركام وايد الآن في الخلطة اللي احنا بنستعملها، ما راح نستعمل، راح نستعمل شيء يسمونه كرشت أجريجيت، راح يكون البحث هذا يعني مطلوب يستعمل مجروش بدل الرمل، لأن الرمل دائما فيه دست، كمية دست كبيرة، وهذا الغبار هو اللي يخلي لما المطر يتحلل مع المطر ويطلع. فبالتالي هذه العوامل رعيناها، بس هي مو بس هذه العوامل، موضوع الخلطة، موضوع البيتومين كذلك، اليوم بيننا وبين البترول الوطنية تواصل مع بعض لفحص البيتومين، عندنا ناس موجودين من البيتومين اللي هو أحد المواد الداخلة, في الخلطة, هذه كلها إجراءات معينة حتى يعني تتأكد من نوعية وجودة الأعمال. شو علاقة مدرج الطائرات اللي حذروا منه بعض الأخوة النواب؟ والله المدرج طبعا مو تبع الاشغال، تبع الطيران المدني، ما ادري شنو، ما اقدر اتكلم عنه لانه ما ادري شنو بالضبط. في خلل هناك بعد بالطائرات، مثلا مدرج الطائرات يقال، هذا قراته انا في اذا في شيء، بس انا قرات كذلك تصريح للطيران المدني يقول ما في يعني ما في اي تعقيد. بس مدرج المطار مو مختصاصكم، مو اختصاص الجهه المنفذه والمتعاقده هي الاداره العامه للطيران، بس حسب ما افادوا الطيران المدني انما لا يوجد شيء يعطل سير الطيران. كذلك من المفاهيم الجديدة اللي احنا بنحطها في موضوع المعالجة اللي هو تغيير مفهوم الصيانة. احنا اليوم الصيانة عندنا هي صيانة يعني هي شارع او قول يسمونها البريك داون، يعني انه خلاص صار في حفر انا تعال اصونها. احنا نبي موضوع الصيانة الوقائية، هذا المفهوم اللي لازم يطبق. فالان عندنا ما ننظر المشكلة. اليوم احنا عندنا تفكير جديد، وهذا من الاشياء الجديدة اللي اليوم قاعد نتكلم فيها داخل الوزارة، ونتمنى أن ترى النور بسرعة. طرح عقود الصيانة بأسلوب جديد اللي هو يسمونه البرفورمانس بيست، يعني إن يعني الأداء متعلق. أنا ممكن أتعاقد مع شركة لصيانة الطريق لمدة 10 سنوات بس ما أدفع له فلوس، أدفع له فلوس على أداء بيني وبين الشركة أو بيني وبين المقاول، كشف حساب أو نسميه إحنا يعني سيرفيس ليفل أجريمنت، اتفاقية على مستوى الخدمة. أنا هالطريق أبي مخدوم بهذه الطريق، هذا الطريق، وياخذه لمدة 10 سنوات، يكون مسؤول عنه كأنه مشغل لهذا الطريق، يعني كأنه مثل ما مفهوم الفاسيليتي مانجمنت، كأنه مدير مشغل للمرفق هذا. طبعا يصون لمدة، لما يكون هو ملزوم في صيانته لمدة 10 سنوات، أنا أول شيء حطيت الرسك عليه، حطيت المسؤولية عليه، ما أدفع له إلا لما أتأكد أن هذا. وهذا موجود العقود، يعني هذا النوع من العقود موجود اليوم. هذا المفهوم قاعدين نتحاور، تحاورنا مع بعض الشركات وعلى خاص الشركات العالمية، تحاورنا بالمفهوم بس هذا. ما تكون هي نفس الشركة المنفذة للشارع؟ لا مو شرط، هذا انت تجيبه، تطرح العقد على شكل، تحط يعني الشروط المرجعيه على بيرفورمانس بيست، تفتحها لشركات عالميه ويمكن حتى شركات محليه، حتى نفكر انهم يجيبون الانفستمنت من برا. مستثمر شنو يعني هي يستثمر. طبعا انت لما تيجي تصون طريق في البدايه تحتاج الصيانه الجذريه اللي تصرف على الطريق، وبعدين تصير الصيانه الخفيفه، فبالتالي ممكن حتى نخفف الميزانية. شنو العائد على المستثمر؟ العاد على المستثمر انه ياخذ رسوم على الطريق، ما ياخذ لا رسوم على الطريق، الدوله تدفع له بس مقابل انه ما يعني هو يجيب الاستثمار حتى تخفف، ما تدفع له يعني في بدايه العقد تدفع له مبالغ كبيره. احنا بنوضحها عشان تفهم صح. طبعا لان مستثمر معناه يبي مقابل. لا المقابل راح تدفع الدوله بس بدل ما انا اصير انا مسؤوليتي صيانه ادفع له اول شيء على بناء الطريق وبعدين على صيانته،
أنا راح أدفع له على شكل أقساط معينة بمدى جودة مقابل أداء عمل. طبعا هو بالأساس كذي بيرفورمانس، بس هذا تفكير إضافي ممكن نروح إلى أنه هو يجيب معه مستثمر بحيث أنه ما يصير يعني بداية الصيانة رقمها كبير، فبالتالي تحتاج ميزانية كبيرة، ممكن تكون الميزانية على شكل دفعات. مفهوم الصيانة يا دكتورة، يعني مساع قلنا وأشار له مع الوزير اللي هو وحضرتك قلتيه اللي هو تجديد البنية التحتية، وينظر دائما للدولة في تجديد البنية التحتية على أنها لها مكانة متقدمة. طيب الحفاظ على هذه البنية التحتية بجودة عالية لسنوات طويلة، شنو تجارب الدول في هذا الجانب؟ يعني خصوصا مثلا يعني نسمع عن دول أنه البنية التحتية مكتملة عندها من سنة 50 من القرن الماضي، وما يحصل الآن هو كله تجديد أو محافظة أو صيانة ذات جودة. هو في دافع، يعني في دول عليها ضغط وهناك دافع لتجديد هذه البنى، في دول أخرى تختار بإطار زمني الوقت اللي يناسبها، يناسب الميزانية، أسعار النفط، الوفرة، يناسب تقادم البنى التحتية الماضية. يعني في العديد من الظروف اللي تحدد قيام الدولة بتحديد هذه المدة. دولة مثل بريطانيا على سبيل المثال، أنا يعني كانت واحدة من المفاجآت وإحنا حاضرين إحدى جلسات البرلمان في بريطانيا أن يناقشون الحصن المتطاير بالشوارع، فاعتقدنا أنها خاص فيهم، خاص فيهم طبعا، فاعتقدنا أن هذه مشكلة ما اعتقدنا أنها معممة بالشكل هذا، ولكن هناك ناقشوها من ناحية أخرى، كانوا يتكلمون عن أذى من هذا الحصى، فكانت المسؤول كان يرد، المسؤول الفني المباشر في المساءلة، جلسة المساءلة، بأنها لحماية الطرقات من تكوين الجليد، تجمد المياه، وبالتالي زيادة الحوادث، فكان في نوع من الضرر على السيارة، ولكن المسؤول يقول هذا لحماية السيارات حتى لا يتشكل الجليد. في النهاية تحول إلى موضوع خاص بالبرلمان، وطلب من طبعا الناخبين أنهم يصوتون ويجمعون مجموعة من الأصوات للضغط على الدولة لتغيير هذه الطرقات. فهذه الأمور تتحول إلى أمور سياسية خاصة بالمواطن. أنا بس في تعليقي على الجسور، أنا أعتقد بأن طبعا هذا الكلام متأخر الحين أقوله، بس هي فقط ملاحظة، يعني فكر نقدي مثل ما يقولون. أتمنى أن ما يزيد الضغط على مدينة الكويت، لأن إحنا كنا في الماضي نعتقد أن المحافظات راح تسحب الضغط من المدينة، هذا فيما لو صار فيها خدمات. فاليوم أجد بأن يعني هذه الطرقات يمكن الكل يبي يكون عمله داخل المدينة، مو مثل ما كنا نعتقد بالماضي. والملاحظة الثانية أن أتمنى أن يكون للمواصلات العامة دور، يعني أنا حسيت اليوم بالجامعة بهذا العدد المهول من السيارات اليوم مع افتتاح الكورس الدراسي، مع الازدحام، أقل من 18 سنة ما عندهم مانع يركبون الباصات. لو كانت في مواصلات عامة مريحة للطلبة ما يحتاج سيارة. اليوم مع دخول العام الدراسي للكورس الثاني يعني وزحمة متوقعة، كان في جزء يعني إقلاق شارع الغزالي مع جمال عبد الناصر، يعني هل هذا كان توقيت مناسب تعتقد مع الوزير لإقلاقه مع دخول الكورس الثاني لطلبة المعاهد والجامعات؟ لا مو مناسب معاك أنا، بس هو كان إحنا نمشي على خطة استكملت الخطة في الوقت الحالي. يعني الخطة ترى من زمان بادين فيها، يعني منسقين مع جامعة الكويت، ومنسقين مع الجمارك، ومنسقين مع الموانئ، وكانت الخطة تقتضي مثل ما يعني ذكرت أن خصصت مساحة أرض من جامعة الكويت تم اقتطاعها، وعملت موقف وعملت موقف للشاحنات، وتم الاتفاق مع الإدارة العامة للمرور ممنوع الشاحنات ما بين الساعة 6 إلى الساعة 4 تطلع من الميناء، وكذلك تم الاتفاق مع من 6 صباحا من 6 إلى 4 المساء أي شاحنة اللي بتطلع تقف بالموقف بعد الساعة 4 تطلع. كذلك تم الاتفاق مع الموانئ ان تحويل يعني التقليل على ميناء شويخ تحويل الى موانئ اخرى حتى يعني ما تزيد الشاحنات وخروجها. فكانت خطه وتوفير طرق ارضيه يعني مناسبه حتى تخفف، بس المنطقه هذه مكتظه من جامعه الكويت والهيئه العامه للتعليم التطبيقي والمستشفيات، بس بقدر الامكان هذا الجزء يعني احنا اسفين نقوله للناس
ودنا كان نسوي يعني أحسن، بس هذا الجزء لازم، الجزء من شارع الغزالي هذا لازم يزال، وكذلك الجزء من جمال عبد الناصر، ويتصل شارع الغزالي بجسر جابر. فلو أنت تشوف قدام شوي تمشي بالشارع راح تشوف أعمدة جسر جابر بدأت تطلع على على اليابسة شبه جاهزة، فلازم هذا الجزء يهدم من الغزالي حتى يربط بهذا الأعمدة، حتى يكون من من شارع الغزالي من طريق الجارة يتوصل مع طريق. سواء فتحنا اليوم أو أخرنا أو أخرنا هذا هذا جزء مشروع لازم ينفذ. حاولنا قدر الإمكان نوجد بدائل، وإذا في مشاكل هم نشوف ندارسها مع الإخوة. الحين مع الطرق الجديدة والشبكة، وخصوصا اللي طالع من الميناء أو من شارع الكليات العسكرية، شارع المستشفيات، يشوف إن في مصاعد لهذا الجسور، شاحنة مليانة ما أدري إيش كثر وزنها، 20 قدم ولا 40 قدم صاعدة تسحب نفسها فوق هالجسر، وهذا بطبيعة الحال يسوي تآكل لطبقة الأسفلت، حتى لو تحطون فولاذ راح تأكلها الشاحنات. ليش تصعد؟ يعني في طرق أرضية فاضية محطوطة يفترض أنها للشاحنات ما تصعد، يعني حتى لو كان في وزن، وهذا اللي نشوفه في دول العالم مختلفة. يعني طبعا احنا الان بين يعني راح نبدا تنسيق مع يعني لحماية الجسور، راح نبدا تنسيق مع الداخلية، وراح نبدا التنسيق مع الموانئ ومع المرور الداخليه مع المرور. طبعا راح نطالب بوضع محطات وزن، وممكن اليوم محطات الوزن صارت بورتابل، يعني مو شرط محطه ثابته، ممكن بالسياره مالت الدوريه توزن الشاحنه، واذا الشاحنه وزنها اكثر من اللازم والله الناس ودها تستخدم يعني الخطوط الأرضية، حتى الوزن يعني اليوم الخطوط الأرضية موجودة متاحة. سائق هذه الشاحنة يستصعب طبعا الأسرع يصعد الجسر، فودنا هالدوريات المنتشرة في كل مكان يعني توصل. احنا اليوم قاعد ننسق إن شاء الله مع الداخلية، بيننا وبينهم تنسيق، واليوم راح تطلع كتب، وكذلك مع الجمارك إنه على الأقل الشاحنة قبل لا تطلع يكون معروف وزنها، ويسمح لها تصعد أو لا تصعد على الجسور هذا إن شاء الله. اليوم في مبنى مهم قاعد نشوفه يطلع على الدائر الرابع اللي هو في منطقة الرقعي، اللي هو مبنى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. بالبداية العالم ما كانت تدري شنو، الآن بدأت تبدأ ملامحه، خصوصا عقب يعني أعمال التكسية الخارجية وغيره. مبنى ضخم كبير يعني، وين وصل في نسبة الإنجاز، ومتى راح يكون قيد التشغيل؟ والله المشروع ماشي زين، ما في مشاكل، أعتقد أنه خلال أقل من سنة راح يخلص المشروع هذا يتسلم. شنو إضافته الحيوية يعني؟ هل مثلا راح يكون كل المقار الإدارية اللي موجودة طبعاً راح يجمع وزارة الأوقاف برا راح يجمعها؟ إيه راح يجمعها كل وزارة الأوقاف، نعم راح تكون في مكان، إلا طبعا إلا إلا إذا إلا إذا في محافظات معينة تختص بالصيانات وكذا راح تكون، بس تقريبا غالبية وزارة الأوقاف راح تكون في وزارة الأوقاف أعتقد في موقعها الحالي في مجمع الوزارات. نعم، وهذا يؤكد نقطة الدكتورة ندى إنه الاتجاه للعاصمة راح يصير برا، هل هذا راح تعتقد يخفف بعد ولا؟ والله يعني في افكار لبناء، يعني حتى في يعني في مشروع كذلك لمجمع الوزارات في الجهره كذلك، مشروع مطروح الان، هذا المشروع قيد الترسي يعني مطروح في لجنه المناقصات، وهذا من جزء لنقل يعني بعض خصص لارض خصص لارض وعمل له تصميم ومطروح، وتكون عندهم الصلاحيات ولا روح ارجع للديرة؟ الوزارات عد ديدها يعطونا صلاحيات ما يعطونا صلاحيات، يعني هذا الوزارة هذا أنا أتوقع القصة مو بس مبنى. نعم، يعني أنت لازم تعطي صلاحية بحيث أني أنا ما أراجع المقر المركزي يعني. نعم، نتمنى ذلك. أيضا من المشاريع اللي شفناها في المحافظات مجمعات أو يعني مجمع المحاكم لكل عاصمة، شفنا يعني مباني لافتة للنظر، وين وصلت هذه يعني مجمع المحاكم، وشنو راح تضيف، خصوصا في تصريح اليوم ان قصر العدل ايضا الاساسي اللي موجود في العاصمه، انه في الساحه المقابله من باب التوسعه والتخفيف على الجمهور والتوسع ايضا يبنى قصر عدل اخر امام القصر الحالي. وطبعا في هذه بعض المشاريع مو كلها عند وزاره الاشغال، يعني مثل مجمع المحاكم في الجهره مو عند وزاره الاشغال. المشاريع اللي عند الوزارة هي مشاريع طبعا تجي حسب طلب حوالي مو عندكم؟ حوالي أعتقد بلا عندنا المشاريع هذه ماشية حسب الخطة، وفي أعتقد برنامج زمني لإنجازها. يعني أنا لو برجع شوية مثل أقول على مشاريع وزارة الأشغال، يعني وزارة الأشغال لو طالعنا موضوع المشاريع النسبة والتناسب، يمكن في آخر خلينا نقول من 2006 ل 2016 في آخر 10 سنوات تقريبا وزارة الأشغال نفذت 71 مشروع وسلمته،
بتكلفة تقريبا قريبة 960 مليون. يعني بمعنى لو وزعت المشاريع على أشهر سنة راح تقول كل شهرين يعني خلصت مشروع. ولو وزعتها على التكلفة راح تكون تقريبا أقل من 100 مليون تقريبا كل مشروع. فعديدة مشاريع الوزارة يعني من ضمن 600 عقد اللي تفضلت فيها بداية الحلقة. من ضمن 626 عقد. فالمشاريع كثيرة حسب الجهات، يعني تعتبر وزارة الأشغال هي الجهة المنفذة للدولة، المنفذة المشاريع، ما عدا الجهات. طبعا أنا أتكلم وزارة الأشغال، في جهات عندها استثناء تنفذ مشاريعها بنفسها مثل جامعة الكويت، الهيئة العامة للتعليم التطبيقي. طبعا أنا فإحنا نلقي الضوء فقط هذه مشاريع وزارة الأشغال. يعني لو تكلم على في الآخر العشر سنوات يعني تقريبا في كل شهرين معناه راح يخلص. ليش الجهات عندها استثناء؟ أنتوا الجهة المركزية للدولة ما شاء الله خبراتكم كبيرة يعني. طبعا ما تقدر يمكن وزارة الأشغال تقوم بهذا العبء. بعدين في بعض الجهات ودها هي تدير مشاريعها، تكون أقرب لوح يعني كجهة مالكة للمشروع ومنفذة بإدخال التعديلات أثناء البناء، بالإشراف عليه، بمتابعته طبعا، أو تكون المشاريع لها طبيعة خاصة يعني. زرت دواوين من يعني تقلدك يعني الوزارة مع الوزير قبل 3 شهور تقريبا، التقيت بمواطنين غير تويتر يعني غير وسائل التواصل. والله زرت دواوين يعني أراهم في يعني كل مكان أروح. طبعا المواطن أنا ما ألومه، أكثر شكوى المواطنين طبعا في إشادات على الطرق الجديدة لا شك، وفي طبعا المواطنين أكثرهم يعطون اقتراحات. ومن الاقتراحات المهمة أبرز شيء أبرز الاقتراحات يبون جسور مشاة زيادة في مناطق معينة جدا خطر عبور المشاة، وفعلا ملاحظاتهم دقيقة يعني يقول لك نبي هني جسر مشاة، نبي هني كذا. فعلا هذه كذلك من شكوى المواطنين موضوع التطاير والحصى، هذا تقريبا شكوى شبه يومية في أي مكان، حلونا الموضوع، كسرتوا سياراتنا، عدل كسرتوا سياراتنا. احنا نقول لهم سوقوا جيب لا تسوقوا صالون. فهذه من الأولويات اللي يمكن قدامكم، ونتمنى انه يعني فعلا تظل ترى احس المواطن زين التجاوب معه. وبعدين يعني مثلا الحين مثلا تقاطع طريق الملك فهد مع الدائري السابع، كثير من المواطنين فعلا في هذه الإشارة اللي تطلعك على الدائري السابع مع تقاطع الملك فهد، لأن فيها شاحنات تطلع دائما فيها ازدحام شديد جدا، يعطيك الملاحظة فعلا تروح تشوفها. طبعا احنا زين ان هذا المشروع ماخذينه بعين الاعتبار، وتم طرحه وجاري ترسيته الآن وسنبدأ فيه قريبا. فالمواطنين مرات يلفتون انتباهك إلى قضية قد يعني تكون مهمة جدا جدا. مهما قاعدة تقول أنه مهما زاد عدد يعني شبكة الطرق وصارت بآلاف الكيلومترات، تظل يعني بالمقابل استخدام أو عدد السيارات الموجود في الطرق. احنا قاعد نشوف عندنا ان مثلا اي وافد او اجنبي او اي مقيم طبعا بعددهم اللي هو 3 ملايين وربع تقريبا مقابل 1.25 مليون كويتي، صغار وكبار ونساء ورجال، الكل سهل يطلع رخصة قيادة. فمهما سوت الدولة من مشاريع، مع وجود هذا الضغط الكبير من حاملي رخصة القيادة من اخواننا الاجانب اللي عزيزين وغاليين، ولكن هي مسألة بنية تحتية. كيف حل هالمعادلة؟ اولا تلقيت دعوة انا من مجموعة شبابية، اعتقد انها تتواصل بشكل دائم مع المسؤولين في وزارة الشباب او هيئة الشباب، وزارة الشباب اسمهم مدينة. هذه المجموعة الشبابية تريد ان تعيد الى الاذهان بان الكويت فيها شبكة للمواصلات العامة. واتفقوا مع المواصلات وجهزوا لهم الباص وقالوا نبي نعيد استخدام هذه الشبكة من الباصات حتى نصل إلى أعمالنا، وحتى ما نبي نسوق، نبي نستخدم هذه الخدمة اللي توفرها الكويت. أولا نخفف الباصات عدد الباصات، في 3 شركات حكومية وثنتين خاصين. الشركة الحكومية كانت معاهم ووفرت لنا، وركبت أنا معاهم ولفينا في هذه الباصات. باصهم نظيف ما يطلع دخان؟ ابدا نظيف. الباصات اللي ترس الشارع الحين تسوي مشكله بيئيه ولا احد يرد على احد. اي وركبنا ومشينا، وحتى سجلنا ملاحظات. اولها كانت بان المواقف اللي وقف فيها الباص تعطى اسماء غير معروفه لطلبتنا، مثلا اكتشفنا انه يوقف الباص عند كليه الهندسه.
طيب. ولكن اسم الموقف مثل ما يفهمونه الركاب على اسم شارع آخر. وسجلنا لهم الملاحظات. هذه الرغبة تعكس أن في وعي باستخدام هذه المواصلات العامة، تقليل للحوادث. ما يبون يسوقون، يبون يوصلون، يبون يتواصلون مع بعض في شكل أنك أنت تحدد وجهتك بدون ما تضطر أنك تبحث عن مواقف أو غيرها، مع طبعا هذا الازدحام. الطريقة الأخرى وهي البدائل، مثل ما المدن الخليجية اليوم استحدثت المترو، الشركات التاكسي اللي في متناول الجميع، حتى لا يكون هناك التاكسي في الإمارات اللي تقود السيارة امرأة، وغيرها من البدائل عن السيارة الخاصة، حتى يكون للمواطن يعني اختيار. مع الوزير طبعاً. اي طبعا مع الوزير ايضا فيه مشاريع يعني قيد الانجاز عندكم، يمكن من الاشياء اللافته فيها منظمه المدن البحريه. نعم. شنو قصه هالمشروع هذا وليش علاقتكم فيه يعني؟ المشروع هو المنظمه الاقليميه لحمايه البيئه البحريه. هذه المنظمه مقرها دوله الكويت، وهم طلبوا مقر دائم يكون لهم، ويبون يكون على البحر. وطبعا البحرية مو على البحر، صعبة بعد. لا صعبة. طبعا وخصص لهم أرض، وتؤكل لوزارة الأشغال إنجاز المشروع، وتم تنفيذ المشروع واستلامه، والآن إحنا بدورنا نسلم المنظمة لتنقل نشاطهم. هاي منظمة عدل مقرها الكويت، والكويت مقدمة لها كل الدعم اللي تحتاجه حتى تكون. أنجز هذا المبنى خلاص؟ المبنى أنجز واستلمناه إحنا، وفي طور تسليمه لهم الآن. شنو أبرز المشاريع اللي موجودة في خطة نيو كويت بالنسبة لكم لوزارة الأشغال يعني 2035؟ يمكن تكلمنا عنها في حلقة ماضية أو قبل الماضية. شنو دوركم وحجم المشاريع، وخصوصا شفنا لك يعني مداخلة على المسرح؟ وطبعا إحنا اليوم المشاريع اللي داخلة هي المساعة ذكرتها، اللي داخلة في خطة التنمية، من بينها مطار الكويت، من بينها مشاريع الطرق اللي تكلمت عنها، هذه كلها داخلة. احنا طبعا عندنا تركيز في الفتره القادمه ان نركز على المشاريع المستدامه، الاستدامه في المشروع، يعني لابد المشروع يكون مستدام، جزء من طاقته اللي المستخدمه تكون طاقه. شنو تفسيركم في وزاره الاشغال الاستدامه؟ هل هي الاستمراريه ولا وجود الاستدامه بتعريفها البسيط؟ هو تعريف بسيط، هو الاستدامه ان تاخذ انت حاجات غيرك، حاجاتك بدون لا تؤثر على حاجات الاجيال المستقبل. هذه هو مفهوم الاستدامه. فبالتالي تكون انت حاجاتك في الوقت الحالي، في الوقت الحالي دون ان تؤثر على حاجة المستقبل الأجيال ومواردهم القادمة. هذا باختصار مفهوم الاستدامة. فبالتالي لازم أنت تتقشف. شلون تحققون؟ وتحققها تحققها بأن تستعمل بدائل في موضوع الطاقة، يعني مثلا لازم يكون جزء من طاقة المبنى تستعمل فيه الطاقة الشمسية، فيكون هذا نوع من هذا. يكون المبنى محافظ على مثلا استهلاك الكهرباء، يكون مبنى معزول بطريقه. هل ألزمتوا المباني الجديده بهذا؟ طبعا احنا ماشيين الان على التوصيل المباني الحكوميه، المباني الحكوميه انه دائما يكون 15 الى 20% من الطاقه تستخدم الطاقه الشمسيه، وقاعد نتوسع. مفكر كذلك بانشاء قطاع المباني المستدامه داخل وزاره الاشغال حتى يبحث هذا. في الان مثلا موضوع الليد، الليد واللي هو المباني الخضراء، صار لها مثل بورد موجود في العالم، وان المبنى يصنف اما يكون ليد يعني لدرجات محافظة على البيئه. طبعا المحافظه على البيئه بجميع الليد، مو بس المحافظه على البيئه، الاستعمالات تكون يعني مماثره بالبيئه، التشغيل، حتى ترى التدخين يعني عدم التدخين في المبنى يعطيك درجه في الليد. فاحنا مثلا مطار الكويت حاصلين على يعني السيلفر، انه كديزاين مصمم انه ياخذ السيلفر ليد. كذلك من المشاريع اللي احنا يعني هذه مشاريع اهم كذلك، فيها نوع من الشراكه مع القطاع الخاص، مشاريع معالجه الصحي، مياه الصرف الصحي. اليوم احنا وزعنا يعني تقسمت خريطه الكويت الى 3 زون. طبعا عندنا محطة صليبية الموجودة اصلا مؤسسة، وكانت هذه بنظام البي او تي شغالة لمدة 30 سنة، تنتج حوالي 350 الف متر مكعب من المياه المعالجة. طبعا المياه الرباعية.
اليوم احنا عندنا محطة أم الهيمان، وهذه راح تكون بنظام البي بي بي اللي هو نظام الشراكة عدل بين القطاع العام والخاص، بين القطاع العام، وراح تنتج حوالي 500 مليون متر مكعب. 120 تشغيل. نعم. متى تشغل؟ احنا طبعا طارحينها الآن بالشراكة، مطروح الموضوع، الموضوع طور التقييم ليفوز المستثمر فيه. أيه. ولما يبتدئ المستثمر راح يشغل كل المحطات المعالجة اللي تابعة. اللي صايرة في جنوب الكويت. أيه. فراح تكون طبعا عندنا حتى بالشمال نفس الشيء. أيه. راح تكون عندنا محطة شبد. هم كذلك هذه راح تكون بنظام البي بي بي، فهذا في تأهل. حتى هذه المحطات يعني حرصنا في يعني في الشروط المرجعية ان تستخدم اللي نسميها المخلفات الصلبة في توليد الطاقة. ممتاز. للسلج. بس مو كل الطاقة، على الأقل جزء من الطاقة تكون. فبالتالي هو التوسع في مفاهيم الاستدامة والاستفادة من الطاقة. مع الوزير الوقت أدركنا، تبي تقول شيء قبل لا نختم معك؟ أنا بس يعني أحب يعني أشكركم مرة أخرى على الاستضافة، ويعني سعيد بوجودي معكم اليوم. يعني اليوم استمعنا لمجموعة من الحقائق الجديدة اللي يمكن اللي لأول مرة تقولها، خصوصا في موضوع يعني الحصى المتطاير وغيره. دكتورة، في ملفك خلال أقل من دقيقة؟ ملف اليوم بناء على رغبة بعض من تواصل معي بوسائل التواصل الاجتماعي الحديث عن ذوي احتياجات الخاصة اللي ذكرناه بحلقة فاتت. كان حديثي عن تمكين ذوي احتياجات الخاصة من الدراسة بالفصول الدراسية، تمكينهم من العمل، وضع كوتا وظيفية لذوي احتياجات الخاصة للعمل في القطاع الخاص، وتحفيز ذوي الاحتياجات الخاصة اللي اليوم مع الثورة التكنولوجية ماكو فرق بينهم وبين الموظف اللي يتملك اللي بكامل قدراته، أيضا تمكينهم من العمل والإنتاجية في القطاع العام. فتركيزي كان عن ذوي احتياجات الخاصة، وأشكر من تواصل معي، وأنا ما زلت أتبنى هذه الاستراتيجية من خلال شارع السور بهذا التمكين. يمكن يكون فكرة لحلقة كاملة إن شاء الله عن تمكين إخواننا أصحاب الاحتياجات الخاصة. أي. في أسبوع قادم من شارع السور. شكرا لمعالي وزير الأشغال العامة المهندس عبد الرحمن المطوع. أنا شاكر لكم بهذه الليلة. حياك الله. شكرا دكتورة ندى. شكرا لك. شارع السور، تحية من أسرة البرنامج. في الحلقة القادمة يوم الأحد القادم معانا معالي وزير الصحة الدكتور جمال الحربي. إلى اللقاء.